او مصفف شعر بقى، يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. فالمهم يعني هو في الاول وفي الاخر هو حلاق برضو. الناس بتخش في خلافات بقى، عمالين يتخانقوا مع بعض، ده مصفف شعر، ده انت ما تطرش تحلى عنده مش عارف بكام، يا جماعة الله يهني سعيد بسعيده وخلاص. انت بتختلفوا على ايه؟ احنا مالنا، احنا من يعني؟ لا الحلاق شغله حرام ولا عيب، ده صنعة زي اي صنعة، مهنة زي اي مهنة، بياكل اكل، بياكل ليهم متعيشه بالحلال وبما يرضي الله، خلاص يبقى راجل محترم ملناش فيه. الناس نازلة في التعليقات حلاق حلاق حلاق، طبيعي ماشي يا جماعة، ومحدش هيتبرى من عمله يعني. ايوه حلاق، ايه المشكلة؟ ايه العيب فيها في كده؟ واحد بياكل لقمة عيشه بالحلال، ايه المشكلة؟ ايه الغلط؟ مهنة زي اي مهنة، صنعة زي اي صنعة، طالما بيجيب لقمة عيشه بالحلال يبقى الله يرزقه ويوسع له رزقه يا رب. بص بقى، رقاصة موالدية زي الناس ما بتقول، اللي بيعمل غلطة ربنا اللي بيحاسب مش احنا، هي حرة في نفسها ملناش فيه، الله يسعدهم يا رب وخلاص وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.